كل اخفف شوي هيك احسن، أعزائي هيك احسن. المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا كما وعدناكم اليوم معنا نبينا سامي بحيد، وموضوعنا طبعا محاضرة راح يقيع علينا عن العلمانية. خلونا في البداية نرحب بنبينا العظيم سامي الدين. هو يمكن كأس الخمر لسه ما هو جاهز؟ أنا واحد يسأل أحد أخلص. أيوه تفضل. كأس الخمر جاهز ولا لا؟ جاهز يا سيدي أهو على صحتك. خلاص كأسك يا كأسك يا وطن. نبينا أنا معي قهوة. لا ما بينفع عزيزي، ما بينفع، أنت بدك. الحلقة الماضية كان في معي ضيف إيه اسمه ماريوس، إيه تقليدا لنبينا سامي كمان جايب الخمرة وعم يشرب. حبايب عليه، حبايب عليه، حلو جدا اهو. بصحتكم يا ناس، بصحتك، بصحتك دكتور. تفضل. اذا العلمانية تفضل انت دكتور، انت المحاضرة كاملة لك فأنا مستمع، تفضل. ايه فعلا انا حضرت السيناريو وحانشر مقال قصير بين الحوار المتمدن عن العلمانية لفائدة اللي عايزين. لساتنا احنا بالكلمات الملغومة، بالكلمات الملغومة. مرينا على اثنين منهم، واليوم الكلمة الثالثة هي العلمانية. أنا عام 1976 و77 رحت لمصر بهدف أعمل دكتوراه قانون عن عن أثر الدين على النظام القانوني المصري. هذا كان رسالة الدكتوراه لجامعة فريبور بسويسرا، والهدف تاعها شو كان؟ إنه المنظمة التحرير الفلسطينية كانت تعمل دعاية في الدول الغربية بتقول إحنا عايزين دولة ديمقراطية علمانية، وبتجد في كثير ناس حاطين هذا العنوان والصحف ومثل هيك، ويعني بسوقوا لهذه الفكرة. وحتى عندي أصدقاء فلسطينيين كانوا حطوا على خلف السيارة، الزجاج بتاع السيارة، دولة ديمقراطية علمانية، دولة فلسطين ديمقراطية علمانية. فأنا قلت يا ترى شو بيعني هذا الكلام؟ شو يقصدون بكلمة علمانية؟ وقلت لنفرض يا ترى، لأنه دولة فلسطين لسه مش موجودة، فلنفرض انه مصر هي فلسطين، لنفرض مصر هي فلسطين، ما هو الوضع في مصر؟ واذا ما كانش علمانيه شو ناقصها علشان تصير علمانيه؟ لانها دوله يعني اثرت في القوانين العربيه والاسلاميه ومثل هيك. قلت اخذ دراسه الوضع في مصر. فحملت نفسي ورحت على مصر مشان اعمل الدكتوراه تاعتي، واكتشفت امور غريبه عجيبه، لاني ما كنت اعرف. انا درست القانون السويسري اصلا مو القانون المصري، لكن افادني كثيرا يعني هذا وجودي في مصر. والتقيت بحوالي 40 شخصيه مصريه، تكلمت وغير مصريه كما ذكرت في حلقة سابقة. من بينهم صديق أو المرحوم أحمد صدق الدجاني. أحمد صدق الدجاني كان صاحبنا، يتكلم دائما بالفصحى العربية، بالفصحى. هو أصل فلسطيني، هو عضو باللجنة التنفيذية لمنظمة فتح لعام 1984، وكان يعلم في معهد الجامعة العربية في القاهرة، ورجل حباب جدا فعلا. وأخبرني إنه الفلسطينيين رفعوا شعار الدولة العلمانية الديمقراطية لمخاطبة العقل الأوروبي. يعني إزاي هتجذب الغربيين؟ أفضل شيء إنهم كلهم إحنا عايزين نعمل دولة ديمقراطية علمانية، وهيك برحبوا بينا. يعني تسويق، عملية تسويق.
وهو كان يقول لي يعني القصد انه يعني هو يقول انه فلسطين لكل سكانها، وعدم فرض عقيدة بعينها ومجموعة بعينها باسم الدين لتتحكم في المجتمع، ومساواة الأفراد أيا كانت طوائفهم وحقهم في صياغة حياتهم، وتمسك الطوائف في أمورها الشخصية. هنا المشكلة. لكن فتح حذفت كلمة علمانية بسبب الضغوط السعودية، قالت لفتح ما تستعمليش كلمة علمانية، فحذفت من القاموس الفلسطيني كلمة علمانية، لأنه طبعا الحال مين يمول بأمور. فقالوا لهم لا، إذا عايزين فلوس كلمة علمانية مش عايزين نسمعها، وأصبحت كلمة علمانية بعبع. والتقيت بممثل منظمة الدولة الفلسطينية في القاهرة، وقلت له أنا جاي أعمل دكتوراه عن مصر مشان مشكلة الدولة، أفهم شو معنى الدولة الفلسطينية ديمقراطية علمانية. بكل مين ضحك عليك؟ مين ضحك عليك؟ شو هاي دولة فلسطينية علمانية؟ لا، فلسطين دولة إسلامية. لا، قلت له شو؟ لعاد انت بتحكوا شو الحكي هذا؟ لعاد تحكونا بالغرب انه عايزين دولة علمانية ومبسوطين فيها وما شاء الله وبتسوقوا فيها. قال لي لا، ده هي دعاية، هذه فقط مجرد دعاية، يعني ما كيم من راسك هاي الفكرة. فأنا بطبيعة الحال أول ما التقيت بي يعني تقريبا بديت فيه، فقلت بالحالة هاي أجمع أغراضي وأروح من مصر. شو استفدنا بالحالة هاي؟ إذا كلك فقط عملية دعائية، يعني مضيع وقتي سنة كاملة في مصر على شو؟ لكن قلت الله بعيد، الله بعيد، خلينا نشوف الوضع في مصر كيف. وهناك التقيت مع أستاذ جامعي كان يعني كل الأساتذة المصريين اللي التقيت بهم، لأني كنت أشوف بعض الدروس في جامعة عين شمس وجامعة القاهرة، وكلهم كلموني عن أستاذ جامعي اسمه حامد زكي. حامد زكي هذا كان ليبرالي وعلماني 100%، وقال لي أصلاً أنت لما تقول دولة إسلامية ملهاش معنى، تقول الإسلام دين والدولة ملهاش معنى، لأنه الدولة لا بتصوم ولا بتصلي ولا بتحج، فعلى أي أساس هي إسلامية؟ الدولة هي فقط هيئة إدارية بتدير شؤون الناس وتحافظ على الأمان وخلص. والعبارة الإسلام مصدر للتشريع، قال لي خلاص تطبق الإسلام وتشوف أي تخلف حنكون فيه. يعني كان جدا جدا معادي الأمر هذا. واليوم يطرح عامة السؤال، وكان هناك يعني مفكرين مصريين يساندون فكرة العلمانية، لطفي السيد، أحمد لطفي السيد ده كان رئيس جامعة القاهرة، كان يقول عنه عن نفسه علماني، ورشح نفسه يوم للبرلمان، فعملوا دعاية وراء إنه علماني معناته ملحد، فيعني معادل الإسلام. فلما راح يرشح نفسه قالوا له أنت علماني؟ قال له آه علماني. قالوا له خلاص ما بننتخبكش، أنت ملحد. فهو المسكين يعني راحت عليه، رغم إنه هذا من أكبر المفكرين، هو اللي كان يعني حامي لطه حسين، هو اللي كان حامي بالأزمة تاعته اللي كان مع جامعة القاهرة. الحاصل، فالسؤال اللي بيطرح عامة هنا بيقول لك يا أخي ما معنى كلمة علمانية؟ كلمة علمانية في الواقع هي بالفرنسي لايسيتي وبالإنجليزي سيكولاريزم، وترجمت إلى العلمانية وهي كلمة غير واضحة المعاني. هل هي جاي من العالم أم جاي من العلم؟ يعني شو من العالم؟ يعني
في أوروبا كان هناك طبقتين، طبقة الإكليروس رجال الدين، وطبقة اللي في العالم، يعني اللي لا ينتموا للسلك الكهنوتي، يعني مثل ما تقول هذا عسكري وهذا مدني، تفرق هيك. فهناك كان رجال الدين وهناك الرعايا، والرعايا هدول يعني الموجودين في العالم، يعني اللي ما لهمش علاقة بالكنيسة، الكنيسة هي اللي بتحكمهم، بس هدول ما لهمش كلمة تقال في الكنيسة. فبسموه علماني، يعني ما هو مخالف لنظام الكهنوت، أو يعني الجهة الثانية الكهنوت. أما إذا قلت من العلم، يعني إحنا نتبع العلم في تطبيق الأمور. فاختلط الأمر، ولهيك هناك ناس بفضلوا يستعملوا كلمة دولة مدنية بدل ما يستعملوا كلمة دولة علمانية، لأنها غير واضحة المعاني، فعلا غير واضحة المعاني. فقالوا أفضل إحنا نستعمل كلمة مدنية. لكن اليوم كلمة علمانية مثلا القمني ما زال بشدد على ضرورة استعمال كلمة علمانية، بين الطوائف المسيحية، الأقليات المسيحية عارفة إنه كلمة علمانية ملغومة، ولهيك بتفضل تستعمل كلمة نحن نريد دولة مدنية أو دولة المواطنة. دولة المواطنة يعني شو؟ يعني إنه نعمل قوانين ودولة تحمل الجميع مهما كان انتمائك الديني، على أساس أنت حامل الجنسية المصرية، السورية، العراقية، ومثل هيك دينك ما بهم الدولة. الدولة تحافظ على جميع حقوقك. فالناس يقول لك يعني أنت شو؟ إذا أنت قلت علماني، يعني هل أنت مع الدين ولا ضد الدين؟ لأن هنا المشكلة في العالم العربي، يعني دائما بطلبوا منك أنك تأخذ موقف من الدين، يا أنت معاي يا ضدي. هل أنت مع الدين أم ضد الدين؟ هل أنت ملحد أم أنت مؤمن؟ شفت علي؟ فهنا التفارق بين الاثنين. حتى ولو قلت استعملت كلمة مدنية، بيقول لك يعني شو مدنية؟ يعني مش هتأخذ بالمعطيات تعون الدين في نظام إدارة الدولة؟ هنا برضو بيتهموك انك برضو ملحد اذا بتطلب بدولة علمانية مدنية. بقول لك هنعمل ايه بمؤسسات الدولة الدينية، المؤسسة مثل وزارة الاوقاف، مثل المفتي، مفتي الجمهورية، كيف هتعمل في المحاكم الطائفية في بعض الدول؟ في مصر حذفت المحاكم الطائفية 1955، لكن أبقي على القوانين الطائفية، حذفت المحاكم ولكن أبقي على على القوانين. في لبنان، في سوريا، والأردن والعراق أبقي على المحاكم الطائفية والقوانين الطائفية. فأنت عايز تعمل دولة علمانية، هتعمل إيه بالطوائف؟ هل هتحافظ على نفس المحاكم ونفس القوانين، أم إنك تعمل الدولة مدنية؟ فهنا بدنا ناخذ مثالين علشان نفهم الأمور ايش هي، شو أساس الموضوع، وما هي مشكلة المدنية وما هي مشكلة العلمانية. ناخذ مثال سويسرا، لأنه تعتبر من الدول المتقدمة، وناخذ مثال دولة فلسطين أو الدستور الفلسطيني أو مشروع الدستور الفلسطيني. لحد الآن هي مخبوصة في فلسطين، مش معروف عندهم دستور ولا ما عندهم، مش معروف. يعني عندهم مشروع دستور وعدة نسخ لمشروع الدستور، الحمد لله مش عارفين يتطفوا على دستور. أوكي، الحاصلة حنشوف أحد مشاريع الستير الفلسطينية شو بيقولوا.
وناخد الوضع في سويسرا. في سويسرا في القرن التاسع عشر، يعني مش بعيد، وحتى في أوروبا الغربية كان هناك تنازع ما بين الدولة والكنيسة، ولهيك قيل فصل الكنيسة عن الدولة. ولكن ليس هو فقط فصل الكنيسة عن الدولة، ولكن فصل أو إعطاء كل الصلاحيات للدولة في إدارة المجتمع وتسليمها للمدنيين، يعني ليس لرجال الدين، لكن بسموه للمدني. لحد اليوم بيقول السجل المدني، يعني أنت مش بسجل الكنيسة، أنت بالسجل المدني، فهم علي؟ لكن بيقولوا زواج مدني، يعني هي الدولة المدنية هي اللي تحكم الزواج تاعك، وليس الزواج الديني، يعني السلطات الدينية أو تحكي محاكم مدنية والمقابل لها المحاكم الدينية. فكانت في أوروبا الغربية هناك سلطتين، سلطة البابا وسلطة الدولة، والبابا كان بيعتبر حاله يعني بيعرف كل شيء، بيعرف كل شيء. وتعرف مشكلته لغاليليو، غاليليو الثورة بتقول إنه هي الشمس اللي بتدور حول الأرض. ابن الحلال اكتشف إنه لا، هو العكس، هي الأرض اللي بتدور حول الشمس. طب خالفت الثورة، يعني أنت أفقدت يعني سودت وجه الكنيسة، يعني الكلام اللي بتحكيه الثورة كله غلط. طب الحالة أنت حتتبع إزاي؟ حزاي تروح تقول للناس إنه الثورة هاي من عند الله والله غلطان بالجغرافيا؟ هذا المشكلة تاعتهم. فقالوا له يا غاليليو ما بينفع هيك، ما بينفع هيك. فسكتوه، يعني منعوه يعلم نظريته في الجامعة. قال له صحيح ما بدي أبطل، بس رغم ذلك هي الأرض اللي بتدور، مو مشكلة. يعني الحال هي اللي بتدور، مو مشكلة. ولهيك العالم الإسلامي لحد الآن محبوس بموضوع الإعجاز العلمي، لأنه بيقول لك إنه ده الله قال، إزاي بيكون غلطان؟ لحد هناك ابن باز بيقول من يعتبر الأرض كروية ده ملحد ويجب أن يقتل. هي نفس المشكلة، هي نفس مشكلة غاليليو، نفس مشكلة غاليليو. والكنيسة يعني هي كانت تقول إنه في كثير مبادئ، مبادئ هي الكنيسة اللي تحددها، يعني رابطة الدين ورابطة المجتمع. فقالوا لهم يا ناس لا، الدولة ده الشيء وأنتوا شغلتهم شغلة تانية. فصار التصادم خاصة مع ألمانيا، نمسا وألمانيا، بيسمارك مع السلطات الكنسية، وقال لهم لا. والمشكلة إنه البابا بذاته راح أعلن العصمة البابوية، نظرية العصمة البابوية، يعني اللي أنا بقوله هو صح 100%، ما تقدرش تقعد تخالفني بالرأي. فالدول الغربية قالوا له يعني شو عصمة بابوية؟ شو هاي نظريتك بتاع العصمة البابوية؟ يعني شو بدك تقول؟ يعني بكرة أنت بدك تيجي تقول شيء والدولة بتقول شيء، فالناس تبطل الولاء تاعها للدولة وتثبت ولاءها للكنيسة، والكنيسة هي اللي تحكم بدل الدولة، يعني بتسود وجه الدولة، يعني الدولة لا شغلة ولا عاملة عندها، الكل اللي بأمر البابا، اللي بيقول البابا هو اللي بيمشي، اللي بتقول الدولة هذا ولا شيء. قالوا له لا لا، انت اهتم بمصالحك. وأضف إلى ذلك حتى في ألمانيا راحوا رجال الدين كان لازم يعملوا لهم امتحان ويثبتوا ولائهم للدولة، كانوا مو للكنيسة، للدولة. وسويسرا عقلهم خشن، ما هم جزء ألماني، راحوا قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع الفاتيكان، قطعوا العلاقات، قالوا لهم انتوا عايزين عصمة، عصمة لحالكم ببيت أبوك. ورغم تعرف انه اللي بيحمي البابا
هم السويسريين، الحرس تاع البابا هم من السويسريين، فقط من السويسريين، ما فيش غير السويسريين اللي بيحكموا البابا. قال احنا مالناش ضدك، بالعكس احنا بنقدم لك جيش، هو جيش فولكلوري. ميكيلانجلو هو اللي عامل لهم الرسومات، تعرف هدول لسه الملابس القديمه مثل هيك، وكلهم سويسريين كاثوليك بطبيعه الحال. مش ممكن مثلا انت مش ممكن تروح تحمل بابا، ولا فرنسا يحمل بابا ممنوع، ولا ايطاليا تحمل بابا، الوحيد اللي بيحمل بابا هو فقط السويسريين، ومنهم ماتوا دفاعا عن البابا. ايه يعني امناء، بس قال له انت شغله افصل بين الشيئين، مشاكل الدينيه اهتم بيها، المشاكل تاعون الدوله لا تتدخل فيها. وحالا هي قطعت علاقاتها 1873، وسنه بعدين راحوا تبنوا دستور قطعوا جناح الكنيسه، قطعوا اجنحتها. فشو عملوا؟ شو عملوا الشياطين؟ وهذه الحمله، النزاع ما بين الكنيسه والدوله، اطلق عليها بالفرنسي بالالماني كولتور كامف. كولتور كامف ترجمت، تعرف ماين كامف تاع هتلر، مع كتاب ماين هتلر كفاحي، فاهم؟ هي ترجمت الى الفرنسيه هو صراع الحضارات، ترجمت الى العربيه صراع بالفرنسي كومبا بور لا سيفيليزاسيون، يعني هناك الحضاره تاعت البابا وحضاره الدوله، واحنا بنرفض حضاره البابا واحنا ما بنقبل الا بحضاره الدوله. فالدوله هيمنت على الوضع، وشو عملت؟ اخذت مواد قانونيه، يعني عملت خطوات مشان تقلص من سلطة الكنيسة وسيطرت على المجتمع في سويسرا. دستور 1874، يعني لحد اليوم احنا هذول هذا قبل قرن وشوي، لسه احنا ما لحقناش، لسه ما لحقناش فيه. فأول عملوا شيء، سحبوا السجل للأحوال الشخصية من يد الكنيسة وسموه سجل الأحوال المدنية. المدنية يعني المدينة، يعني الدولة، يعني قمت السجل من الكنيسة وحطيته في إيد الدولة. يعني الولادة، أنت لما بيجيك ولد ما بتروح تسجل عند الكنيسة اللي بعدين حتعمدك وتسيطر عليك والزواج وتقرر وكله، لا لا، أنت كنيسة مالكيش دخل بالسجل، السجل عندنا. لحد اليوم بسموه إيطا سيفيل، السجل المدني، بس إيطا سيفيل معناته الدولة المدنية، إيطا ستيت، سيفيل ستيت، سيفيل ستيت هي يعني هو مكتب هناك بتسجل فيه الأحوال المدنية، بس هو إيطا سيفيل بسموها الدولة المدنية. يعني هناك فرقين، السجل المدني والكنسي، وهناك السجل تاع الدولة، فهمت علي؟ ثانيا فرضت الزواج المدني 1874، قالت للكهنة انتوا بحق لكم تعطوا البركة الدينية مش الزواج، وما بحق لكم تباركوا الزواج إلا بعد الزواج المدني، وإذا زوجت واحد قبل المدني بتروح سجن. صور يعني كيف بيشددوا عليهم، قالوا لهم انتوا اللي بتقوموا فيه في الكنائس ده مش زواج، ده بركة، ان شاء الله بتروح عند الكرد، مو شغلتنا، تحر، انت عايز تتزوج ديني يعني تاخذ البركة من رجل الدين مهما كان، لكن بعد الزواج المدني. فرجل الدين قبل ما يعمل لك الاحتفال الديني لازم يكون عنده إثبات من الدولة انه انت متزوج، واذا ما التزم بهذه الورقه، يعني قال انا بزوجكم من دون ورقه، بروح السجن، ممنوع عليه. ما بجبرك، ما بمنعك انك تعمل احتفال ديني، لكن بقول لك بعد الزواج المدني. ليش؟
لأنه كان سابقا الكاثوليكي ما يقدرش يتزوج من البروتستانت، مثل اليوم مسيحي مش ممكن يتزوج من مسلمة، لأنه هي السلطة الدينية اللي مهيمنة. فأنت لما تروح عند رجل الدين تقول له أنا كاثوليك وهذاك بروتستانت، تقول له لا أنت تحول للكاثوليكية قبل ما نزوجك. لحد اليوم حتى في 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 مصر، إذا واحد قبطية عايزة تتزوج مع واحد كاثوليكي بجبروه يصير قبطي، وحتى ما بيعترفوا بعماده بعمدوه لحد اليوم. لحد اليوم يعني انا دا كنت اروح على الكاتدرائيه المرقسيه في 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 العباسيه، وواحد كان البابا شنودة الله يرحمه، كان الناس يوجهوا له اسئله ويجاوب امام الجميع. واحد سال، واحد كاثوليكي تقدم لطلب يد بنتي، هل اسمح له بزواج بنتي ام لا؟ قالوا جاوب بكلمه واحده فقط، قال له لا. لا، وانتقل للسؤال الثاني. لسه مسجلها عندي. عجيب بالفعل، عجيب في حياة الإنسان كلمة لا مباشر، كلمة واحدة. والمشكلة إنه علشان توحد الناس لابد من الدم. الزواج هو أحد وسائل اختلاط الناس. يعني المسلمين بفرنسا مش عارفين يختلطوا، لأنهم هم بدهم ياخذوا، بدهم يعطوا، بياخذوا المسيحيه وبيخلوا اولادهم يصيروا مسلمين، اما ان هم مش عايزين انه بناتهم تتزوج مع مسيحي، فما في اختلاط. فهم عايشين في مجتمعين منفصلين، ومستحيل المسلمين يعرفوا يختلطوا في المجتمع الاوروبي الا اذا كسروا قواعد الزواج. وانا اعرف مسلمات عايزه تتزوج مسيحي، اهلها قطعوا كل علاقتهم معاها، حتى غيرت عنوانها ومحدش يستدل على عنوانها. فكيف هتعيش؟ هتعيش على أي أساس؟ فالدولة عملت في الدستور تاعها المانع الديني لا يؤخذ به. يعني واحد بروتستانتي أجا مع واحد كاثوليكي عند السجل المدني، المكتب المدني أو الدولة المدنية، كله أنا عايز يتزوج، خلاص ما بيسألوا شو دينه. وأنا أتذكر لما تزوجت مع زوجتي، قال السجل المدني سألني في الخانات في الكمبيوتر، قالوا لي أنت شو دينك؟ قلت لهم شو عندكم؟ شو عندكم بضاعة؟ قالوا لي في عندنا كاثوليك، في عندنا بروتستانت، في عندنا مسلمين مثلك. قلت له لا انا مسيحي. قالوا لي مسيحي مش موجود عندنا بالخانه. قلت له شو مسيحي مش موجود؟ قال لا، قال يا بروتستانت يا كاثوليك اختار. قلت له انا ما بحب هذول الشيع. انا مسيحي. قالوا ما عندنا في الكمبيوتر، شو بتعرفوا كتبوا لي؟ لا ديني. قلت لهم انا مسيحي ما فيش خانه كتبوا لا ديني. فضيحه. صحيح يعني دكتور. انا ما بنتمي لطائفه معينه، ما بحب الطوائف، انا مسيحي وخلاص، بس هم بالكمبيوتر تاعهم مش مسجل. لكن ما منعوني اتزوج، ما منعوني اتزوج، انا حر. هذه الخطوه الثانيه ومهم للتعايش بين الكاثوليك والبروتستانت، لانه كانوا حاملين سلاح على بعض بالتمام، مثل الشيعة والسنه في العراق وفي لبنان وسوريا وغيره وغيرها، بالتمام نفس الشيء، نفس المشاكل. منيح. بعدين حذفوا كل المحاكم الكنسيه، كل المحاكم الكنسيه، لانه انت قلت اذا متزوج عند الكنيسه بدك تطلق، بتروح تطلق امام الكنيسه، خلاص. فالدولة قالت لا، ما دام الزواج مدني الطلاق بده يصير مدني. فهلا مثلا في لبنان لعلمك، إذا أنت كاثوليكي وما تقدرش تطلق في لبنان أو في مصر، ما تقدرش، فشو بتعمل؟ بتغير الطائفة. فإذا تغير الطائفة بدك تدفع فلوس للطائفة الثانية اللي حتعطيك شهادة إن تنتمي للطائفة الأخرى. في لبنان إذا عايز تطلق تبني كنيسة للمطران بطلقك،
ايه اثبتوا لي اياها انه كلها بفلوس. ها زي ما يقولوا عندنا البراطيل بتحل السراويل. هو صار تجارة الدين للأسف. أنا في تمام. عندي إعلان دكتور، في عندي إعلان، ايه في عندي إعلان، فبس بدي أحاكي أصدقائي وبتكمل المحاضرة. أصدقائي أنا بشجعكم إنه يعني تشاركونا بالاتصالات بالتعليقات، وفي عندي تعليق من الأخ أبو مايا، ايه وكثير مهم، هي دعاية لازم يعني نسويها على الفيسبوك ولازم نسويها كل أسبوع. ايه يدعو أبو مايا، بس خليني أفتح الفيسبوك لأنه التعليق حرفيا ماني حفظانه. ايه ايه خذ راحتك. دقيقة واحدة، آسفين دكتور. لا شيء لا شيء، خذ عفوا، راحتك. نبينا نبينا ايه بالتمام. هاي شو الحكي، نسيت حالي. هو واحد مرات بنسى، يعني هو لا وانا كمان بنسى، بتعرف اوقات بنسى اني نبي. التعليق عم بيقول: التحية لك أخي جان، اسمح لي أقول لك أنك يوحنا الفيسبوكي، يوحنا كان يعمد مالي بهون. أخ جان، لماذا لا تدعو الملحدين على الفيسبوك لمبايعة النبي سامي الذئب، وذلك لدخول ملكوت الإلحاد؟ تحياتي. طبعا أبو مايا، أنا أحييك على هذا الاقتراح، وأنا أدعو كل أصدقائنا على الفيسبوك لمبايعة النبي سامي الذئب. بالتمام. وأنا أول من أبايعك نبينا سامي، أنت نبي الملحدين. أفارم عليك أفارم عليك أفارم عليك، وأنا أقبل بيعتك يا أخي. بس أنا ما بقفل باب النبوة. لا، هو في في يعني الآلهة القديمة كان في إله الكبير، في إله كتاكيت هيك صغار بكونوا تحت إيده. إيه الأنبياء الكتاكيت تحت إيدك بيشتغلوا. لا 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 لا، احنا ما عندنا هاي الشغلة هاي. لا لا، انا تخلص من مصايب محمد. لا لا، المساواة بالنبوة عندي. مهم. انا هلا نحن بموضوع العلمانيه بصراحه، يعني انا بموضوع خطر لي، هو انت ما انك حطه بالسيناريو، انه هلا انت قلت لي انه الاشخاص المدنيين هم يستلمون الدوله. طيب تمام. في مشكله عندنا بالشرق الاوسط، العسكر، يعني العسكر طبعا لا يعتبروا مدنيين نهائيا، ومع ذلك هلا دوله مثل سوريا بيقول لها دوله علمانيه، يعني المسلمين عسكر يعني. فشو نظرتك بالموضوع؟ ايه بدي اوضح، حندخل في هذا المجال، حندخل في هذا المجال، بس بدي اكمل لك موضوع سويسرا لانه هذا مثال يحتذى به. تفضل. يعني السعيد هو اللي بيتعلم من اغلاط غيره. السعيد بيتعلم من اغلاط غيره. بخصوص بالدستور السويسري منعوا رجال الدين يدخلوا البرلمان. منعوا رجال الدين يدخلوا البرلمان، يعني إذا أنت كنت قسيس أو كاهن ممنوع ترشح نفسك في البرلمان. صور لحد وين وصلوا الأمر. مو فقط هيك، كان هناك رهبانية اليسوعيين. رهبانية اليسوعيين اللي موجودين في سوريا ولبنان وغير، كانوا معتبرين الجيش تاع البابا، أو المفكر أو الطابور الخامس تاع البابا، كانوا مفكرينهم هيك. منعوا وجود يسوعيين في دولة سويسرا. ممنوع اليسوعيين يكونوا متواجدين في سويسرا. تصور لحد وين وصلت عقليتهم الخشنة. فلم يحذف هذه المادة إلا يعني قبل حوالي 30 سنة فقط، ولا عمل فيها خلال 100 سنة. ممنوع اليسوعيين يحط إجره في سويسرا، لانه بيقولوا انتم مشاغبين، انتم مشاغبين، وانتم بتدعوا للبابا، وانتم بتدعوا بعصمة البابا، يعني انتم مش عايزين الولاء للدولة، يعني مش مقبول بيكم. يعني مثل مصر بتقول احنا نمنع كل الازهريين. نمنع كل الازاهرة. اوكي، لانه انتم ولاءكم ليس للدولة. ايوه. الحاصل هلا أضف إلى ذلك، حذفوا المحاكم الكنسية، وهو الوضع عندنا في لبنان، سوريا، العراق، الأردن، ما زال معمول به المحاكم الدينية، حتى في تونس، حتى في المغرب، ما زال الأمر، المغرب بالأحرى، لسه معمول في الأمر.
هنا في سويسرا منعوا لأن الطلاق حيكون أمام المحاكم المدنية. وبعدين ضمنوا الحرية الدينية، حطوا في الدستور أنه كل شخص بعمر 16 سنة ممكن يغير دينه. تصور لحد وين؟ 1873 حطوا بالدستور أنه كل شخص بعمر 16 سنة يحق له يغير دينه. تصور لحد فين؟ يعني مو فقط الردة ممنوعة عندنا، لا، هناك بقول لك أنت ب 16 سنة بتختار. قبل 16 سنة أهلك اللي بيقرروا تتبع تعاليم دينية ولا لا. إذا الأهل ما بدهم تتعلم دين، ما المدرسة ما بتقدر تجبرك. يعني لم تعد السلطة بيد الكنيسة، أصبحت السلطة بيد الدولة وبيد الأهل. وبعمر 16 سنة أنت تختار أن تصير، ما عرفش، قلت كاثوليك بتصير بروتستانت، قلت بروتستانت تصير كاثوليك، تصير بوذي، اللي تريده، ما حد يقدر يمنعك. يعني يخيروك، يعطوك الحرية أنت لحالك، مش مجبور، بس يعني إذا أنت محتاج بعمر 16 تريد، بعمر 16 سنة أنت تختار الدين تاعك. فاهم علي؟ وبعدين أضف إلى ذلك نقطة أخيرة، أنه منعوا كل المقابر الدينية. شفت لحد وين وصلوها؟ يعني من الميلاد للقبر كله بيد السلطة. ليش؟ لأنه لنفرض أنت كاثوليكي، وحكم عليك، حكم عليك بالإعدام. الكاثوليك قانون الكنائس تمنع تدفن المعدوم في المقابر تعون الكاثوليك. لنفرض أنت طلقت، الكنيسة تمنع أنك تدفن مقابر الكاثوليك. أو مثلا أنت انتحرت، ممنوع تدفن في مقابر الكاثوليك. أو مثلا أنت عندك ولد ومات مش متعمد، ممنوع تدفن في مقابر الكاثوليك. فصارت مصيبة، فهتودي فين الموتى؟ ترميهم في الشارع؟ فشو صاروا عملوا؟ شو كانوا يدفنوا خارج المقبرة أو يودوهم على مقابر البروتستانت. والبروتستانت بطبيعة الحال نفس المشكلة اللي معادي اللي هم يطردوا منها. قالت للكنيسة لا، شوفوا، والمشكلة إنه كتير مقابر كانت حول الكنائس، المقبرة حول الكنيسة كان. قالوا لهم لا، هي صحيح حول الكنيسة لأنه تاريخيا هيك، لكن إذا واحد بروتستانت مات في قرية كاثوليكية له حق يدفن في المقبرة، والرجل الدين ملوش حق يتدخل. واحد انتحر، واحد اعدم، واحد طلق، كل تريده، رجل الدين بسكر ثمه، لأنه أصبحت المقابر في يد الدولة، لم يعد للرجل الدين. يعني رجل الدين ما يحق لهش يدخل المقبرة أو ما يقدرش يقرر هذا له حق وهذا ما لهش حق. لا، ولو إنه المقبرة على باب الكنيسة تاعته ما يقدرش أمر، ما لهش حق، لأنه صار اللي وأنا كتبت كتاب عن المقابر. يموت ضحك بسويسرا، كيف المشاكل تعون سويسرا؟ وانت تعرف هذه مشاكل الله، المقابر عندنا. فهم قالوا اذا عايز الناس يتعايشوا بين كاثوليك وبروتستانت لازم الاموات يتعايشوا. شفت لحد وين وصلوها؟ عقل. والدستور السويسري حطوا المادة في الدستور انه المقابر للسلطة المدنية وليس لرجال الدين. وهذا الدستور الوحيد اللي في العالم اللي كان فيه مادة عن المقابر. صور عقليتهم خشنة، ليه حطوه في الدستور؟ علشان إذا عايز تحذفه من الدستور لازم أكثرية الشعب وأكثرية المقاطعات، مزدوج أكثرية مزدوجتين، يعني أكثرية كل الشعب السويسري وأكثرية المقاطعات. إحنا عندنا 26 مقاطعة، فاهم علي؟ فيعني لازم يكون عندك أكثرية المقاطعات، ومو فقط أكثرية المقاطعات، لأنه في مقاطعات فيها فقط 100,000 واحد، فاهم علي؟ لا، لازم الأكثرية تعود الشعب كله، مشان صعب خروج المادة
ومو فقط هيك، تعرف شو كمان أضافوا إلها؟ إنه الحيوانات لا تقتل على الطريقة اليهودية والإسلامية، وهيك لازم تقتل على الطريقة الفلانية. حطوا في الدستور ذبح، يعني نعوت، فاطمة نعوت حكمت على موضوع الذبح. في الدستور السويسري كان حاطين مادة عن الذبح الحيوانات، يجب أن تذبح الحيوانات بطريقة تحترم حياتها، يعني قبل ما تذبحها لازم تخدرها حتى لا تتألم. ولكن اليهود والمسلمين بدهم مش يخدروا، فخلقوا لنا مشاكل الله. إيه الحاصلة؟ يعني هدف كل السلطات الدينية من يد السلطات المدنية من يد الكنيسة وأعطوها للدولة، فهمت علي؟ وهذا هو أسلوب سويسرا، كيف استطاعوا يتعايشوا ما بين كاثوليك وبروتستانت. هلا عندنا مشاكل الله، مشاكل الله لأنه المسلمين جو عندنا، ما كانش في مسلمين، فقالوا إحنا عايزين مقابر لنا. ليه؟ لأنه مشكلة، إحنا كان عندنا أقلية صغيرة يهود عقلهم خشن، عندهم كان مقابر قديمة، وبحد أصلا ما حدش عايز يروح ينقبر معاهم أصلا. فقالوا له خلي لكم إياهم. يعني ما صادروهم، لأنه قالوا هاي أقلية، هي كم من واحد، كم من شخص، فقالوا احنا عايزين نخلق مشاكل على الشو، مو مشكلة، هذول ما حد عايز ينقبر مع اليهود أصلا. هم ما بحبهم مش أصلا. فقالوا لهم خلي لكم مقابركم. في يوم من الأيام المقبرة تاعتهم انتلت في منطقة جنيف، قالوا لهم أعطونا أرض نتوسع فيها. قالوا لهم لا احنا ما عندناش أرض، يا بتنقبروا مع الجميع يا بلاش. تعرف شو عملوا؟ راح اشتروا أرض بفرنسا وصاروا يصدروا موتاهم على فرنسا. شوف العنصرية وصلت لفين. الباب تاع المقبرة على الحدود، والحيط تاع المقبرة على الحدود، ومكتوب على الحيط الآن أنت تقطع الحدود، هل عندك شيء لازم تعلنه للضرائب؟ صارت مسخرة يعني، وأنا عندي صورة مكتوب على الحيط إنه لنفرض أنت واحد حامل تابوت في ميت وريحته جبني، البوليس بيقول لك شو أنت بتصدر جبن؟ لا لا بعفن، يلا بربر. يعني وصلوها الخشان بعقلهم إنه هذول بدهم يسيطروا على الدولة من بدايتها إلى نهايتها، وأنت يا كنيسة بتحط كندرة بثمك، انت يا كنيسة بتحط كندرة بسمك، مالكيش اي حاجة، احنا اللي بنأمر مو انت، واللي مش معجبه يرحل. هذا النظام السويسري، هذا النظام السويسري، وهيك استطاعوا يتعايشوا. انا لا تزوجت مع واحدة بروتستانتية، بس الزواج مدني اوكي، وانا كاثوليك الاصل اوكي، فروحنا عند القسيس لانه مراتي كانت، نروح نتزوج عند القسيس. القسيس قال لي انت شو طائفتك؟ قلت له كاثوليكي. قال لي انا ارفض زوجك. قلت له الكرد يضربك، ما انا بنتجوز. انا بنتجوز وخالص، احنا جايين فقط مشان نرضيك ونرضي حماتي بس. قلت له بس تشرح لي شو سبب انت رافض تتزوج مع زوجتي اللي انا متزوج معاه خالص يعني، وكانت حامل انا متزوج. قال لي لانه اذا انت ترجع بالليل بالليل مش عمل تعب، وكل البابا قال هيك والبابا قال هيك والبابا قال هيك، بتخلق مشاكل في العيله بسبب البابا، وبعدين بينتهي الزواج بالطلاق، وانا ما بحب ازوج ناس بطلقوا. قلت له انت عندك مشاكل مع البابا؟ قال لي اه. قلت له أنا كمان عندي مشاكل مع البابا. قال لي خلص معناته أزوجك. دقيقة واحدة غير رأيه المسكين. دقيقة واحدة، فاهم علي؟ ليه؟ لأنه هو بس هو زوجنا ولا ما زوجنا، احنا متزوجين، هي فقط بركة دينية بس، ما لهاش أي معنى آخر، ما لهاش أي معنى آخر. أوكي هلأ نروح على النظام السويسري الفلسطيني.
اللي احنا ناخذ النظام الفلسطيني، ايه اللي صار؟ شوف المصيبه الكبرى، الماده الخامسه، ناخذ بعض المواد الدستور اللي انا هو في الواقع المسيحيين طلبوا مني اعلق على مواد الدستور. كتبوا لي من القدس قالوا لي يا سامي انت قانوني متخصص، طلبوا منا نعمل ملاحظات على الدستور السويسري، وهذا التعليق موجود على الموقع بتاعي، اللي عايز يحمل التقرير كامل بالانجليزي وبالعربي ممكن يروح له. فانا اخذت الدستور، انا استغربت، قلت ازاي هاي دوله بتعتبر حالها حديثه؟ هاي مسخره. انا دارس القانون السويسري وعارف الوضع في سويسرا وعارف كيف حلوا مشاكلهم الطائفيه كيف، ولا ترجع لك قانون شو من العصور الوسطى، قانون من العصور الوسطى. فالماده الخامسه بتقول اللغه العربيه هي اللغه الرسميه، مو مشكله. طيب والاسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، شو شو الدين الرسمي لفلسطين؟ شو القصه؟ فاهم علي؟ تحطها في الدستور. والمشكلة إنهم عايزين يعملوا يعني اليهود إنهم يقبلوا فيهم وإنهم دولة واحدة، كانوا لحد الآن عايزين دولة واحدة هم الفلسطينيين، يعني يأخذوا كل فلسطين يقولوا اللي احتل لا نقبل به، حتى من 1948 إحنا ما بنقبل به. فاليهود كان لازم يجوا عندنا كمان وإحنا اللي نحكمهم، وعايزين يسووها دولة إسلامية. يعني صار مثل مشكلة إسرائيل دولة يهودية نفس الشغلة. فكل شو القصة؟ وبعدين شو ذكروا؟ المسيحية وسائر الرسالات السماوية قدسية واحترامها، ويقفل الدستور المواطني أي كانت عقيدتهم الدينية المساواة في الحقوق والواجبات. في الواقع أنت إذا حطيت الإسلام دين الدولة فلشت كل شيء، لأنه ما لاش معنى. إزاي أنت تعترف بالمساواة؟ مش ممكن. هل انت تسمح للمسيحي يتزوج مسلمه؟ لا. طب معناته ما فيش مبدا المساواه مو حقيقي، عنده غلط. هل تسمح للمسلم يرى المسيحي يرى من مسلم؟ هل تسمح بالرده؟ هل تسمح واحد يغير دينه؟ لا، لانه دين الدوله الاسلام. فيعني مثل ما يقول اول غزاته كسر عصاته. بدايه الدستور الماده الخامسه اخذوا هي الماده المصريه، ما في مشكلة. فإذا هم أخذوا من المادة المصرية، ما فيش الدولة هي بتهتم بالمواطنين، ما بتهتم بديانتهم ومشكلتهم. فأنا طلبت إنه يعني هذه المادة تحذف، المادة اللي تقول الإسلام دين الدولة الدين الرسمي في فلسطين، هذه المادة تحذف لا نقبل بها. وأنا شخصيا دولة فلسطينية بتقول في دستورها الإسلام دين الدولة بشتريهاش بصرماي، لأنه معناته مش دولتي، هاي دولة المسلمين. لا، إذن أنت ما بتعتبرنيش مواطن مساوي للجميع، أنت بتعاملني على أساس شكل الديني، هل أنا مواطن أم لا؟ فإذا أنت تعتبر أنه إسلام الدين الدولة، يعني والباقيين شو دينهم؟ يعني الباقيين شو؟ أنا والباقي هس هس؟ ما بنفع. بعدين المادة السابعة بيقول لك مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. شوف إزاي أنت هتعمل دولة لكل المواطنين وتعمل الشريعة الإسلامية والمسلمين هم محتلين لفلسطين من القرن السابع؟ شو تعمل بأهالي فلسطين اللي قبل القرن السابع مو كانوا مسيحيين؟ وهدول ما بتعتبر إلا الغزاة، دين الغزاة فقط وشريعة الغزاة؟ هذه قصة هاي بيقبلها، فاهم علي؟ فأنا وبعدين لأتباع الرسالات السماوية، وشو رسالات سماوية؟ شو يعني رسالات سماوية؟ يعني الملحدين ما لهموش؟ شو بدك تعمل لهم؟ إذا أنت ملحد في فلسطين ما فيش حد بيقدر يزوجك، لأنه الزواج بيد الكنيسة، أو تروح عند رجل الشيخ يقول له أنا ملحد برفض يزوجك، برفض يزوجك لأنه ممنوع زواج الملحد، ممنوع. إذا أنت غيرت دينك تعتبر مرتد، ممنوع زواجك. فأنت بأي
تقول فين حق المواطن في هذه المنظومة؟ احنا قلنا دستور سويسرا بيقول لك بعمر 16 سنة بتغير دينك، فشوف الفرق بينها. والدولة عملت المحاكم مدنية، هذول لساتهم بيقولوا شؤون تنظم أحوالهم الشخصية، أتباع الرسالات السماوية تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، بما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله. إزاي أنت توحد الشعب وتعمل 20 طائفة؟ كيف محاكم؟ سيادة الدولة تمثل في البرلمان، القانون، التنفيذ، المحاكم. إذا بتحذف المحاكم منه بتبطل سيادة الدولة. إذا بتحذف القانون تعمل لكل طائفة قانونة، خلاص خربت الدنيا، خربت الدنيا. فأنت سويسرا حذفت كل القوانين، يعني مقارنة، يعني مش عارف ليه هم راحوا أخذوا القانون المصري ونقلوه. لك أخي تعال على دولة متقدمة، شو تيجي دولة خرائية مثل مصر تأخذ منها؟ شو أنت أخذت؟ يعني كل احترامي لمصر، بس الدستور تاعها خرائي، وإحنا اليوم ندفع الثمن. لو نأخذ الدستور، يعني دستور دولة عربية خرائي، فأنت خذ دولة متقدمة تضرب بها المثل. حلوها من سنة 1874، 1874 وجدوا إنه ما في حل إلا تحذف كل المحاكم الطائفية وكل القوانين وتعمل قانون زواج مدني، لأن هذا هو الحل الوحيد. هم لساتهم بقول لك لا، هلا أنت ملحد أخي في لبنان أو في سوريا ما تعرفش تتزوج، تقدرش. في سويسرا ما بيسألوك، إن شاء الله بتعبد القرد، والله مو مشكلتهم، مو مشكلتهم، فهم علي؟ فأنا طلبت إنه هذه المادة تحذف، هذه المادة تحذف، وأنا طلبت إنه تغير هذه المادة مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الديانة السماوية التي لا تناقض تلك الحقوق مصدر من مصادر التشريع. يعني أنا ربطت القوانين الدينية بوثيقة حقوق الإنسان، إذا كانت مخالفة لحقوق، تتعرف الدول العربية كانت بتمضي على معاهدات حقوق إنسان، وشو بتقول؟ كل مادة من هذه الوثيقة تخالف حقوق الشريعة الإسلامية لا يعمل بها، يعني ألغيت المعاهدة، تفرغتها. إذا أنت قلت أنا وثيقة حقوق الإنسان أقبل بها إلا ما خالف الشريعة الإسلامية، فمعناته شو؟ يعني أخضعت وثيقة حقوق الإنسان للشريعة الإسلامية، لأن عايز العكس، الوثيقة الأساسية هي وثيقة حقوق الإنسان، ونأخذ بالقوانين الدينية الأخرى إذا لا تخالف وثيقة حقوق الإنسان، وهي عامة كلها تخالف، هي كلها تخالف، يعني نقولها بصراحة هيك من بدايتها، فهم علي؟ فأنت بتقول لي بعدين، طب يا أخي أنت العلمانية تاعتك شو هاي؟ شو هاي تاعتك؟ هل هي مخالفة للديانات؟ ما أنت حسب شو بتحط في الديانة. إذا الديانة تاعتك بتقول لك إنه اللي غير دينه يقتل، طبعا الحالة العلمانية ضد. إذا الديانة تاعتك بتمنع المسلمة تتزوج مع مسيحي، معناته العلمانية ضد، طبعا الحال. أما أنت عايز تصلي، صلي إن شاء الله بتموت وانت تصلي، شو يعني حتى تعبان بيك؟ مو مشكلة تصلي، ما بتدخل بيك الدولة، بدك تصلي صلي، بدك تصوم صوم، المهم ما تصومش وقت الشغل وتضيع الشغل علينا، فهم علي؟ تروح تسوق باص وانت صايم وتعمل لي حادث وتقول لا أنا كنت صايم حق الدين، شو؟ لا يا أخي أنت عندك ركاب وما تقدر تعمل حكي مثل هيك، شو؟ فهم علي؟ الحاصلة بعدين أنا يعني أنا طلبت إنه هذه المادة وطلبت إنه كل المحاكم الطائفية تحذف، كل المحاكم الطائفية وكل القوانين الأحوال يعمل قانون واحد. سويسرا عملت، هلا تركيا كيف عملت؟ تعرف تركيا كان نظام الملة، كان كل طوائف مثل هيك، فأجا أتاتورك قال له أنت يا خليفة غلبتنا، مثل الأوروبيين قالوا للبابا أنت غلبتنا،
فشو ألغوا الخلافة والسلطنة ورحلوا للخليفة. فهو طلب يروح على سويسرا الخليفة. وأتاتورك شو عمل؟ أخذ القانون السويسري. القانون التركي تبادل. فهو قال احنا بنودي لكم الخليفة هذا وزفته واحنا بناخذ اللي احسن عندكم. وليه قعدت اخذوا القانون السويسري؟ لانه كان احدث قانون هذاك الزمن، واللي وكان وزير العدل كان عامل الدكتوراه تاعته في نفس المدينة اللي عملت فيها دكتوراه بفريبو، هي نفسها. حتى وقت الامتحان تاعي رئيس اللجنة قال لي قبل 100 سنة في نفس الكرسي كان قاعد طالب تركي صار وزير عدل اللي هو أخذ بالقانون السويسري. أكيد أكيد دكتور، أنت راح تكون وزير عدل في يوم الأيام، قريب قريب قريب. خلاص علمانية. أيوة بس يعني أنا يعني رئيس اللجنة قال لي إنه أهو الوزير العدل أخذ بالتركي، والقانون التركي هو كان تقريبا نسخة مطابقة للأصل للقانون السويسري. رحلوا الخليفة وأخذوا استبدلوه بالقانون السويسري وربحوا. الدول الغربية العربية لازم إنها ترحل شيخ الأزهر لسويسرا، إحنا نأخذه هنا عندنا بصحات أمراض عقلية، لا عندنا أمراض عقلية هنا كتير مناح، يعني بوصي فيها بتوصى له ما مشكلة. خلي حطوه بغرفة طلع الشط على البحيرة مو مشكلة، على الجبال بتوصى به مو مشكلة. وبناخذ القانون السويسري بالمقابر، من موضوع المقابر، الأحوال الشخصية، القوانين، جميع المواد ناخذ الدستور السويسري. وأنا ترجمت الدستور السويسري للغة العربية للحكومة الفيدرالية، الدستور تاع الحكومة الفيدرالية أنا اللي ترجمته للعربي. فيعني دادوني بسوي لكم دستور والله لانج حلو اللي يمشي عليه القطار. فجميع المحاكم الطائفية أنا عايز أحذفها. بعدين هنا النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطي نائب برلمان يقوم على التعددية الحزبية السياسية وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم وأنه حرية تكوين الأحزاب. ده غلط لأنه الحكومة السويسرية مثلا منعت دخول رجال دين في البرلمان لخوف ما يشوشوا عليهم. فأفضل أنك تمنع الأحزاب الدينية. صحيح هناك أحزاب دينية مثل الحزب المسيحي، بس هذا حزب ملهوش مضمون قانوني، ملهوش تأثير على القانون. المشكلة أنه الإسلام هو شريعة وليس فقط دين، هذا هنا المشكلة. طيب المادة 18 بتقول تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتسعى للانضمام في المواثيق والعهود الدولية الأخرى لتحمي حقوق الإنسان. أنا طلبت إضافة المادة دون تحفظ لأنه جميع الدول العربية أمضت على مواثيق حقوق الإنسان لكن مع تحفظ. فيعني ما لهاش معنى ليه تمضي على 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 معاهدة دولية وتقول مع تحفظ، يعني كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. يعني وثيقة حقوق الإنسان بتقول إنه المادة 18 كل من هو له حق يغير دينه. هل دولة فلسطين تسمح بحرية الدين؟ لا. فشو يعني المادة 18 صارت؟ يعني ضحك على الحال فقط، هي فقط للدعاية الخارجية ولا شو؟ فقط للدعاية الخارجية. طيب المادة 19 كل الفلسطينيين سواء أمام القانون وهم يتمتعون الحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الواجبات العامة دون مفر أو تمييز فيما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي. ده كله كذب. هل فعلا هذا كلام صحيح أم هو دعاية فقط؟ ليش بتحقوا علينا؟ تعرف الدستور الفلسطيني ده مثل ورقة الزيارة، ما بتعملها لنفسك بتعملها للغير عشان تفرجيهم شوف انا عندي دستور حليوه. لك يا اخي فاهم علي؟ مثل كان يقول المسيح انهم مثل القبور المجصصه،
وداخلها ملآن عفن. فاهم علي؟ تشوف القبر حلو ما شاء الله، لكن ادخل جواته تشوف العفن اللي فيه. فهنا اللي كتب هاي المادة إما إنه قليل ضمير أو مجنون. دكتور، اظن يعني بيعتمدوا على التقية ومحاديث المعاريض بالكذب والمسخ. بالتمام 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 بالتمام. بعدين المادة 20، شوف اللي أحلو منها: حقوق الإنسان وحريته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل دولة كفاءة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية في الماضي، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة والتكافل. صحيح هذا الكلام؟ هلا ملحد، الملحد معناته يتجوز وين؟ عند الكاثوليك ولا عند البروتستانت؟ عند الله. عند الله. انت ما بتعرفش يقول لك هذاك، هذاك شو يقول؟ يقول لك انه السنه لهم امريكا والشيعه لهم روسيا والملحدين لهم الله. هو من غير الله شو نعمل؟ يعني يلا بدناش غيرك. الشعب السوري، يا الله من غيرك يا الله. بالتمام بالتمام. فهاي المادة اللي كتبتها، اللي كتب هذه المادة، هذا شخص إما غبي يعني بيضحك علينا. شو يا أخي، شو القصة هاي؟ أنت مستغبينا ولا شو؟ مستهبلنا تحط لنا مادة مثل هيك وأنت عارف إنها لا تطبق؟ بأي حق تكتبها إذن؟ هاي ما بتسوى حتى الحبر اللي كتب بيها. هاي المادة لا تسوى الحبر اللي كتب فيها. طيب، لكل فلسطيني من جنسين يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية حق الانتخاب، وذلك وفقا للشرط المنصوص عليه في القانون. ولكن من يحمل الجنسية الفرنسية، ولكل من يحمل الجنسية الفرنسية يرشح نفسه لرئاسة دولة أو عضوية البرلمان، البرلمان أو الوزارة أو القضاء ونظم القانون. هل صحيح إنه دولة فلسطين تسمح بمسيحي يصير رئيس الدولة؟ هل تسمح؟ مسمحوش. أنا ما، مين بده يصير رئيس دولة أصلاً؟ حاصله. خلينا، للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية مستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل عليها ذات الواجبات. هل هذا صحيح؟ مو صحيح. بالميراث غير متساوية، بالشهادة غير متساوية، كثير وظائف لا تقدر تشغلها، حقوقها ما هي أصلا ناقصة العقل ودين حسب اعتقادهم. الرجل يحق له 4 نسوان، هل المرأة يحق لها 4 رجال مثلا؟ شو معناته؟ بيضحك علينا، معناته بيضحك علينا، بيضحك على النسوان، على نص المجتمع. أخذهم راحوا فلشهم نص المجتمع. ايه. طيب، للمرأة الحق في المساهمة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة. طيب، حقوق المرأة الدستورية والشرعية مضمونة والشرعية. يعني تطبق عليها القوانين الشرعية، فيعني ألغاها. ويحمي حقها في الإرث الشرعي. يعني شو؟ يعني شو فعلا هذا؟ ما هي بتاخذ نصف الرجل. يعني ما اخضعهاش لمبدأ المساواة. اللي اعطاه بالمادة اللي صار اخذه بالايد الثانية، اعطى بايد واخذ بالايد الثانية. حكي فعلا. بعدين هنا المادة 24، للطفل سائر الحقوق التي كفلها ميثاق حقوق الطفل العربي. شو الطفل العربي؟ ايه، في وثيقة. طب ليش ما بتاخذ، ما في وثيقة حقوق الإنسان الدولية، ليش ما بتاخذ بيها؟ لأنه ما كملوهاش، لأنهم اعترضوا عليها، لأنه في هذيك الوثيقة بقول الحق لكل شخص، الحق الحرية الدينية والأهل اللي كرروا الدين. فهنا ما أخدوش بالوثيقة، هم يقول إحنا عايزين ننضم للوثائق حقوق الإنسان. بعدين هناك بروح بياخدني بوثيقة حقوق الطفل العربي الخرائي. بيضحكوا علينا، بيضحكوا علينا. أنو دولة هاي؟ هاي بسموها دولة؟ تعرف أنا مرة رحت على أريحة، بدور على أريحة مكتوب على الكارما، أنا ما بعرفش أقراها لأنه ما كانش في الحركات، مكتوب عليها السلطة الفلسطينية، بس أنا قرأتها السلطة الفلسطينية. أنا فكرت مطعم. فأنا قلت له
إيه ممكن نروح ناكل سلطة؟ قل لي لا يا رجل اسكت. السلطة والله بودوك السجن. ما هي مش سلطة، هي سلطة. هي خليط 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 خرائي، خليط خرب خرا. في وثيقة حقوق إنسان للطفل عملتها الأمم المتحدة وأنت اعترضت عليها. يعني تضحكوا علينا، تاخذ اسفل 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 وثيقه بدل ما تاخذ، وانت تعمل دوله حديثه شو بثوب مهتري بقماش مهتري. بيضحكوا علينا يا اخي. طب منيح نكمل. الحق في الحياه مصون ويحميه القانون. طيب فين؟ هل الاعدام ممنوع ام لا؟ وثيقه. طيب موضوع طيب لكل انسان الحق في سلامه شخصي. طب الختان ده تعدي على حقوق الانسان، هل انت تضمن هيك؟ فانا اضفت ولا يحق، وردت ولا يحق المس بسلامه الجسد الا لاسباب طبيه مهمه بعد موافقه الشخص المعني او ولي امره، لكن يكون سبب طبي. الختان مو سبب طبي، ما في له سبب طبي. فيعني هاي المادة تضحك علينا من جديد، ضحك علينا. يعني أطفال كل المسلمين بروحوا ولا شيء، فين حقهم أخي بسلامة جسدهم هدول؟ شو بتعمل فيهم؟ لا بيضحكوا علينا. طيب بيقول لك المادة 36، حرية العقيدة ومارس شعائر العبادة مقفولة وفقا لأحكام الدستور. لا يا أخي والله قطعت قلبي، والله قطعت قلبي، بدي شق ثيابي. يخرب بيتك بقى يا باك، ولو ما بتستحي على حالك، ولو ما وصلت الوساخة لهون، وصلت الوساخة لهون، إنك عايز تقول حرية العقيدة وبس شعائر العبادة مقفولة وفقا لأحكام الدستور. يعني شو هي أحكام الدستور؟ تقول لي الإسلام دين الدولة، فهمت علي؟ يعني إسلام الدولة، وإسلام الدولة بيسمع هو ضد الملحدين والمرتدين. يعني والله ما تعرف إن عايز تبكي ولا عايز تضحك. اللي كتبوا هذول الدستور، تعرف اللي مول الاجتماع مين؟ تعرف مين الاجتماع علشان يكتبوا الدستور؟ الحريري. ايوه ولا شو؟ والحريري من وين بيستلم فلوسه؟ من السعوديه. جري 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 خراوك عند خرا. ولزقوا بينا خراوك عند خرا، ولزقوا بينا. لا يا اخي هذول الناس يعني مستهبليننا، انهم هذول مش يعني انه كانهم انه عمرهم ما طلعوا من البلد. ايه طيب، وتعرف دولة فلسطين امضت على القانون اللي بيقول رجم النساء الزانية، القانون ايه دولة فلسطين مضت عليه، ايه وسوريا مضت عليه ومصر مضت عليه، ايه الجامعة العربية، ايه جميع وزراء العدل العرب وموجود على موقع الجامعة العربية، وقطع اليد امضوا على قطع اليد. ايه طب بتقول لي سلامة الجسد وين هذا اخوي؟ تضحك علي؟ تضحك علينا ابويا ولا شو؟ مستهبلنا لهالدرجة هاي؟ مستهبلنا. طيب احنا مش حنطول كثير. طيب شوف، طيب نكمل مادة حلوة ثانية. ايه 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 قبل أن يشرع المجلس النيابي في القيام، يشرع المجلس النيابي في القيام بمهام الدستورية وفي أول جلسة انعقاد له بعد انتخاباته، يؤدي الأعضاء القسم التالي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن. ولك يا أخي الله تعبان منا العطيزي. العطيزي انت طالع لنا بالصعبي ولا شو؟ خلي يجي الله يحكم بنفسه فلسطين. والله العظيم. طيب وانت، طيب انت يا اخي انت ملحد فلسطيني ونخبوك في البرلمان، تحلف على شو؟ احلف على راس امي. ليه خلاص بكفي. شو تحلفوا بالله وما بامن بالله؟ لا بس هو خلاص، ما هو دين الدولة الإسلام، ما بيقبلوش المرتد، ما بيقبلوش العالوطن. طب والمسيح؟ طيب شو القصة هاي؟ هو كلهم متساويين؟
واللي مش مآمن بالكتاب شو تسوي له؟ أخي خيره على الأقل، أعطيه تخيير. اللي بآمن بالفجل بحلف على الفجل، اللي بآمن بالجزر يحلف على الجزر، ومثل هيك جسمي يا بكلكا. فوالا، فهمت علي؟ فهنا المشكلة، المشكلة إنه هو وين هي المشكلة؟ المشكلة إنه هذولا بيعتبروا إنه الدين هو من صنع الله. هو لو اعتبروا إن الدين هو من صنع البشر، حل المشكلة والإنسان بيخطأ وبصيب. إنهم لا، دين الدولة هو الإسلام، والإسلام هو ثابت عند الله، موجود وين؟ الله بيعلم، حاطه بخزانة مش عارف وين. ووضح لنا فين وين راح هذا الثقب الأسود دكتور، بالثقب الأسود، شيء ثقب أسود بالتمام بالتمام. هلا مش هنطول عليك لأنه صارت ساعة وشوي، لكن هناك يعني المسيحية تطورت مثل ما شفنا في الوضع السويسري. الوضع السويسري جبروا فصل الدين عن الدولة والقانون عن والقانون الديني عن القانون المدني، وعملوا فقط القانون المدني. صعوبة القانون الإسلام هو إنه الإسلام ليس فقط دين ولكن أيضا تشريع. هذه هي المصيبة الكبرى. فالحل الوحيد إنه أنت تأخذ القرآن تقسمه قسمين، القسم المكي ما في مشكلة، القسم المدني ده مشكلة. أخذ فقط في القانون في القرآن المكي. ولهذا السبب أنا طبعت القرآن تاعتي حسب التسلسل التاريخي، حتى الواحد يعرف فين بصير. هل هناك أمل؟ هل هناك أمل أخي إنه يتحول الأمر، إنه يتغير الأمر؟ هنا المشكلة. هل هناك حرية فكر؟ أستاذ جامعي أنا يقول لي، أستاذ جامعي من شمال أفريقيا بيقول لي، ما دام إنه العرب والمسلمين بيأمنوا إنه القرآن كلام الله والله قال والله ما قال، عمره ما بصير تغير. قلت له عزيزي طب انت فين كتبت هذا الامر؟ قال لي انت مجنون، ما حد بيسترجي يكتبه. قلت له عاد شو بتحكي لي اياه؟ شو بتحكي لي اياه بالحاجة؟ فإلي بحكي شيء وللمجتمع تاعه بحكي موضوع ثاني. قال لي قبل 50 سنة ما حد بيسترجي يحكي الكلام هذا. قال وين حكيته؟ هل بتفكر صدقوني؟ طب وين كتلوني؟ مين بعشي مراتي واولادي؟ هنا المشكلة. يعني إنه إحنا كل مجتمع كذب بكذب. الأساتذة بيعرفوا أشياء كثيرة بس ما بيسترجوا. يعني هم مش مغفلين، هم مخصيين. هنا المشكلة إنهم مخصيين، هم عندهم عقلهم بس حاطينه بالجارور، حاطينه في الجارور لأنه الوضع ما بيسمح للكلام، ما بيسمح للكلام. الحاصل احنا اظن نكتفي في اللي قدمناه هنا بعض المعطيات، مقارنه بين النظام السويسري والقانون والنظام الفلسطيني. واذا الفلسطينيين عايزين يعملوا قانون ودوله محترمه مثلي، انا مستعد اتبرع بوقتي يا اخواني، اهو ادعوني بس اضمنوا سلامتي. لا تنسوا أنا حامض النبي سامي. طيب نبينا يعني الحلقة السيناريو اللي بعثت لي يعني ما خلص، وممكن نعمل له حلقة تانية. لا هو الأساسيات هنا، أنا هكتب مقال هنشره في الحوار المتمدن، فهم علي؟ وعلشان ما نكونش ثقلين الظل، هلأ صار ساعة وربع، فنشوف إذا في أسئلة. طيب نبينا، في شوية تعليقات نقراها ولا ما في داعي؟ تفضل إذا في أسئلة بنجاوب عليها. في عنا بعض الأسئلة، بعض التعليقات أظن. في أخ عمر والفلسطين هم عرب حاليا، كانوا كنعانيين كالامازيغ والسريانيين والاشين وغيرهم. هاي تعليق. السيد سياده المستشار مرتضى منصور عم بيقول غير صحيح، بس شو هو الغير صحيح ما بعرف. ما بعلم، ها بعلم الله والله اعلم. وفي واحد اسمه عبده كيتو ميتو شو عرفني، نزل مسبات كتر خيره كتر خيره عبر عن
عن ثقافته، ما بيعبر عن شيء ثاني. لا خليه فش غله، خليه فش، احنا حبايب. أخ عمر كمان برجع بيقول تسلم إيدك يا نبي ساني. تسلم. في كمان بالعربي بالإنجليزي أنبك تو، ما معنى نبي وهل هو ملحد أم مسيحي؟ يرجع للحلقة اللي سابقة، مش هنخلص، كثيرة طبعا ما نقدرش نرجع. ايه في الأخ ماريوس عم يقول تحياتي للنبي سامي وللنبي جان، تحياتي لكم أولا، ثانيا سؤالي للنبي سامي، طريقنا إلى العلمانية بعيد جدا، هل هذا صحيح؟ كم من الوقت من الزمن نحتاج وكم من العمل نحتاج لجعل الدستور دستور مدني والحياة تكون حياة مدنية وإعطاء البشر حقوقهم في الزواج في مختلف الأديان والطوائف والمساواة وغيرها من هذه الحقوق؟ كم من الوقت والزمن والعمل نحتاج؟ تفضل. إيه هو ممكن تنحل كلها بأسبوع، فقط بأسبوع واحد، على شرط تسقي كل المثقفين سطل الخمر. فلو تسقيهم سطل الخمر بنحل لسانهم وبيقولوا الحقيقة، أما إذا كملنا على الكذب أبد ما بنصل. الكذب بلوش جرين. بالضبط. إيه ما بوصلش لنتيجة. لكن إحنا نقول إنه اسقي كل المثقفين العرب، كل واحد سطل وسقي، نقول شيء قوي، فاهم علي؟ ثاني يوم بنحل لسانهم، وثالث يوم نعمل دستور مدني. بالضبط بالضبط نبينا. يعني بصراحة نحن محتاجين شجاعة، شجاعة المثقفين الكتاب اللي عندنا محتاجين شجاعة يعني، وبعد الخوف لازم نكبه يعني حاجة. في أنا رحت على أستاذ جامعي جزائري مرة، وكانوا طالبين منه كان يشارك في لجنة لعمل قانون الأحوال الشخصية، القانون العائلة الجزائري، وهو كان عايز، هو متفتح، هو كان عايز قانون فعلا علماني ومثل هيك. فكل مرة يقولوا له تعال روح جا، وكله رجال الدين ويعترضوا مثل هيك، قال لهم شوفوا انتم بتعرفوا تعملوا قانون ولا لا؟ حلوا عني. انا ما عندي وقت اضيع معكم، اذا انتم ما بتعرفوا قانون، ما بتعرفوا شو معنى كلمة القانون، معناته ما تجوش عندي، ما تجوش عندي. فرفض يشارك، رفض يشارك. هذول الناس عايزين يعملوا قانون ما يعرفوش شو معنى كلمة قانون. انت احنا قرأنا مواد الدستور اللي ما بيكتبها ولا الغبي ما بيكتبها. مواد الدستور الفلسطيني اللي كانت احنا قرأناها الغبي ما بيكتبها. وكان بيسموها دستور. لك يا اخي شو هذا الدستور اللي عاملنا يهدي عليك؟ تفضل. انا اظن نبينا يعني انا اظن هذا ما مكتوب هذا مكتوب للدول الغربيه للحكومات الغربيه. دعاية فقط، دعاية. كيف بدهم يرضوا السعودية وبنفس الوقت يرضوا الغربيين؟ فكل واحد بتعرف احلى شيء عملوا الوثيقة الإسلامية لحقوق الإنسان، وراحوا أعلنوا عنها في اليونسكو، وشو قدموا نص عربي يختلف عن النص الغربي. فالنص العربي كان فيه شيء، والنص اللي بالفرنسي وبالإنجليزي كان فيه شيء مختلف تماما، وكل واحد كان مبسوط على حاله. العرب كانوا مبسوطين لأنه ما خالفوا الشريعة، والغربيين فكروا أنه هذول تقدميين. لما طلعوا صار واحد يحكي للثاني شو مكتوب بالنص تاعك هذا اللي قريته، قالوا له هذا غير شيء، هذا غير شيء. فعندنا نصين لوثيقة حقوق الإنسان الإسلامية، واحد باللغة العربية والإنجليزية، فأنا ترجمته حرفيا العربي. الفرق ما بين السماء والأرض يعني الكذب. حتى في الأمم في اليونسكو منظمة الثقافة ما عندهم مش ثقافة، الكذب يعني هذا متعودين عليه. تفضل. للأسف دكتور يعني بيعتمدوا على حديث المعاريض كثير يعني، المهم يكذبوا المهم وما نعرفانين النهاية شو هي. في عندنا أخ جانو عم بقول تحياتي أخي جان لك والنبي سامي ذيب، طبعا أنا كثير مرضان ومع ذلك ومع هذا متواصل معكم، أرجو تخصيص حلقة عن الأخلاق في الأديان وحلقة تانية عن هل حقيقة عند الإسلام حضارة أو هل هناك حضارة في الإسلام قصده، وحلقة عن الجنس والمرأة في الإسلام، مع حبي واحترامي.
اوكي، احنا الحلقه القادمه هنعملها عن محمود محمد طه. محمود محمد طه لانه هذا شخصيه فذه، طلب الازهر بشنقه وتم فعلا شنقه، وهو اظن هو الحل الوحيد لمشاكلنا، مشاكل المسلمين. فهذا يستحق نقدم له حلقه كامله الحلقه القادمه باذن الله، ان الله اعطانا العمر في الجمعه القادمه. في الجمعه القادمه نعملها عن محمود محمد طه. فخلينا في الامور العمليه اللي ممكن تساعد تقدم بلادنا شوي، لانه احنا في ازمه مش عارفين كيف نخرج منها. أكيد أكيد أكيد، وبالفعل يعني نحن غطينا كثير مسألة المرأة والأديان بعض النقاط، يعني هي أي عموميات، لأنه ما نقدرش نقدرش ناخذ أكثر من ساعة، وصار ساعة ونص وإحنا بنتكلم كثير. مستر بلاك بول، مرحبا أستاذ جان، تحياتي لك وللنبي سامي الذيب، وأنا كمان بأيد نبي سامي الذيب على النبوة، هاي مبايعة ثانية من تفضل تفضل، حلو حلو. مبايعات كثيرة يعني بس كل منه على مسؤوليته الخاصة. مبادرة الطنبوبية. طيب في عنا تعليق ثاني أظن، يا سيدي في مين عم بيهددنا بجهنم وبئس المصير؟ خلاص خلاص، ما كله احنا موجودين بجهنم هون. جحيم يعني اذا كمان. طيب دكتور، اذا في عندك اي شيء، كلمه اخيره تقولها للمستمعين للمولد. فقط اشكرهم على حسن الاستماع، وان جرحت واحد اعتذر، والمهم واحد يشغل مخه، ما تاخذوا كل كلامي انه كلام هو منزل، لأن ما في شيء بينزل إلا المطر والنيازك وبراز الطيور. هو فقط لشحذ الفكر، وأعطيكم التجربة السويسرية وعلاقتي مع القانون، مع الدستور الفلسطيني، علشان تشوفوا بأي متاهات نحن، وين هم وين إحنا. تفضل، هذا هو. طبعا أنا بشكرك كثير دكتور على وقتك الثمين صراحة يعني، وأنا أشكر أصدقائي الأعزاء على المتابعة، وبتمنى يكون استفادوا من هالحلقه هاي. وطبعا انا بالنسبه لي استفدت كثير، لانه يعني نبينا سامي بالفعل موسوعه قانونيه، موسوعه علميه، موسوعه ثقافيه كبيره، وهذا هي مكسب لنا وفخر لنا انه يكون موجود معنا ونتواصل معه. شكرا لك يا دكتور سامي، وشكرا لكم اصدقائي. شكرا، الى اللقاء. الى اللقاء.